مين؟ المختار. اقفل. هو ده محروس بتاع اسكندريه السواق؟ اه هو. وصل لحد عندي. تفتكر عايز ايه ده؟ بس انا شكلي شغال طاير، مش هيعرفني صح؟ مش هيعرفك. هو جاي هنا ليه؟ هيبلغ البوليس؟ حتى لو حصل احنا ما عندناش مشاكل. احنا ما عندناش مشاكل، احنا ما يهمناش صح؟ صح. خلاص قابله انت. قابله انت. قابله انا بصفتي ايه؟ اعرض عليه فلوس كتير، اديله اي حاجه عايزها. مشيه. ما ينفعش اقابله. اقابله بصفتي ايه؟ انا ممكن اقابله لو انت هتبقي قاعده في المقابله. وما تعرضيش عليه فلوس كتير عشان ما يطمعش فينا، وهتتعاملي على انك داليا نور مش الست اللي هو اتجوزها. انسي عسليه دي تماما. انا داليا نور. أنا مش زينب، أنا مش عسلية. استر يا رب. عسليه عايزه مخدرات، دماغي هتتفرتك. مفيش حاجه، مفيش حاجه، مش كفايه الاكل الصرص اللي بتجيبهولي. علي ما بيحبش الاكل اللي مسبك. انا هطبخ لك، هطبخ لك كل الاكل يا اخويا اللي بتحبه. انما راشد انا مش هطبخ لك حاجه ابدا. انا هجوعك، هخليك تجوع وتموت. انت يا عسليه يا خدامه يا واطيه يا ولاد الكلب، افتحوا يا ولاد الكلب. عايزه اخرج، عايزه اخرج. دخلولي. تقدر تستنى بره. انت مين؟ وجاي هنا عايز ايه؟ ليه؟ عملت فيا كده ليه يا زينب؟ ممكن تشرح لي انت عايز داليا هانم في ايه بالظبط؟ ساكت ليه يا جدع انت؟ ما تتكلم وتخلصنا. انا ما اذيتكيش في حاجه، بالعكس انا حبيتك، امنت لك على حياتي وعلى فلوسي. عملت فيا كده ليه يا زينب؟ واضح ان في لبس في الموضوع. من فضلك ما تتكلمش دلوقتي خالص. أنا قعدت كتير أقلبها في دماغي، ملقيتلكيش عذر واحد. تكدبي عليا يا زينب وتخليني أتجوزك وأنت على ذمة راجل تاني، وبعدها تروحي تتجوزي واحد تالت. إيه الفجر ده؟ محروس، أنا
كان لازم اعرف. كوثر هددتني ان هي كانت هتفضحني. وسرقتيني ليه؟ والله ما كان قصدي اسرقك. انا ساعتها كنت تايهه ما كنتش عارفه اتصرف، واخدت الشنطه فاكره ان انا هامن نفسي عشان ما نمشي تاني في الشارع زي ايام ما جيت لكم. ولما دخلت القطر وفتحت الشنطه ولقيت ان اللي فيها كان كل اللي حيلتك، ذهبك وفلوسك. زعلت قوي من نفسي، انا ما كنتش عايزه اسرقك والله. منك لله، بعد اللي عملتيه فيا ما بقتش اثق في حد. بقت كل الناس في نظري غشاشين وحراميه وكدابين بسببك. خلاص نتكلم عن المكشوف. الذهب والفلوس اللي خدتهم منك داليا كانوا كام؟ داليا ساعتها كان اسمها زينب. كام؟ هو انت بتسالني ليه يا استاذ؟ انت هتديهم لي 2 مليون جنيه. يا محروس انا عايز اعوضك على اللي خدته منك 5 اضعاف. انت في يوم من الايام كنت البني ادم الوحيد اللي عاملني معامله حلوه. انت جنان جنان ولا ايه؟ اوعى اوعى انت سيبه يا مختار سيبه. انا هبلغ عنك البوليس. بلغ البوليس. يلا هات البوليس دلوقتي. الهاني محكوم عليها ب10 سنين في القضيه بتاعتي، سرقه وتزوير ونصب. هات البوليس. انت غبي. الست دي اسمها داليا نور، سيده اعمال كبيره في البلد. محدش هيصدقك. تليفون واحد هتتحبس، ولا تحقيق ولا قضيه ولا نيله. اعقل وفكر قبل ما تتهور. انت ليك حقك وهتاخده. 2 مليون؟ 10 مليون يا محروس. انا عارفه ان انا غلطت في حقك، وان مفيش حاجه اقدر اعملها عشان اعوضك على اللي انت خسرته. انا متاكده انك بني ادم طيب، وفي يوم من الايام كنت بتحبني زي ما انت بتقول. بس ما تخلينيش اذيك تاني يا محروس. هتمضي وصولات امانه بضعف المبلغ عشان نضمن ان انت مش هتتغابى بعد كده. افتحوا يلا للكلب، عايز اخرج عايز اخرج. ايه الصريخ ده؟ انتوا بتعذبوا الناس هنا ولا ايه؟ افتحوا يلا للكلب. قلت ايه؟ عايز اخرج. أنا الألم والوجع اللي شفته ما يقعدنيش عنه ملايين الدنيا، بس أنا موافق. مش عايز أشوف وشك تاني في حياتي. ربنا ينتقم منك. هفضل أدعي عليك ليل ونهار يا زينب. ربنا ينتقم منك عشان أنا ما عملتلكيش حاجة. ربنا ينتقم منك يا زينب. كده خلاص محروس ده مش هنشوفه تاني. بس برضه يا مختار انت ما قررتوش على اللي قاله على مكاني. ممكن يكون شافك في اي حته يعني، ممكن يكون في مجله في خبر على النت. تركزيش. أو ممكن يكونوا بيراقبوني وعلى الأساس ده بيعرفوا أنا فين. لا مظنش، بلاش الأوهام. أوهام إيه يا مختار؟ أنت مش شايف اللي بيحصل؟ ما شايف، وشايف إنك يعني ده ليه. هاني في واحد عايز يقابل حضرتك بره. اتفضل. مين؟ طارق شاهين جوزها وأبو ابنها. دقيقة واحدة هخليك تاكل.